لكن استعجلت برضو في حاجات، ان انا جيت في نهايه الموسم عشان اخرج نفسي من النادي الاهلي بدات بقى ايه اتكاسل. بالظبط عايزين مسافرين افريقيا اقول لهم لا انا مصاب انا مش قادر اسافر، كان هو برضو كان ذكي جدا يقول لهم لا هنسافر انا عايزك تيجي تقعد على الدكه وانت مصاب كده مش هتلعب بس هتسافر معانا مفيش مشكله هتلبس اللبس عادي. انت استسلمت. انا استسلمت وكنت كمان عايز، هم عارفين ان احمد لعيب كويس وعارفين ان هم جايبين هداف وعارفين ان هم جايبين لعيبه هيبقى مستقبل لمصر وللنادي الاهلي، فحته ان انت تمشي بسهوله ديت لا. اولا احنا دافعين فيكم مبلغ كبير، رقم اتنين لا ما احنا برضو مش عايزين نسيبك تروح مثلا نادي الزمالك تروح لنادي بينافسنا. بالظبط. فانا جيت في نهايه الموسم بدات بقى ايه اتكاسل، لا لازم امشي، بدات بقى اعمل مشاكل، بدات ان انا لما اطلع بره ال 18 اقلب وشي، الحاجات دي برضو انا اتغبيت فيها فعلا. يعني انا المفروض ما اعملش كده اصلا. ما ينفعش في النادي. لا انا عرفت الحاجات دي يا كابتن، انا دلوقتي مدرب فانا عرفت الحاجات دي بعد ما بطلت، انا بعد ما اشتغلت مدرب فقلت لا انا ازاي اسمح للاعب يعمل اللي انا كنت بعمله، لا يبقى مستر مالو جوزيه. وقابلته في ماتش على فكره كنا بنلعب وادي دجله، وقابلته كان مع وائل رياض، قابلته وقلت له على فكره مستر مانويل انا كل الكلام والخبرات واللي اتعلمته منك انا بنقله للاولاد، كنت لسه ماسك فرقه 12 13 سنه، الكلام ده السنه اللي قبل اللي فاتت. قلت له انا بنقل كل على قد انك زعلان مني انا بعتذر لك، وانا على فكره انا كل اللي حضرتك كنت بتقوله في المحاضرات في التمرين انا بنقله للاولاد دلوقتي. بالظبط بالظبط. فبسط قال لي هتبقى مدرب كويس. بالظبط.